ويا هلا والله وسهلا بالجميع في هالمحمية المتواضعة. وهذا جالس عند بيضة ما ندري هو فقس ولا لا، بروح اشوف. وخ وخ ما شاء الله ما شاء الله البيض. يلا 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 خلهم يفقسهم بسرعة، نبغى بيبي. يلا تعالوا تعالوا تعالوا. يا هلا والله سهلا بالجميع، يا مرحبا. هذه الجلسة طبعا في رذاذ في تكييف، بس هذا في الصيف. الآن برد ولا في رذاذ في تكييف زيادة على المطر الصناعي وأصوات الرعد. والله يكون في العون إن شاء الله. ويا هلا والله سهلة بالجميع، منورين. في طيور نادرة طبعا، في من اليابان، من باكستان، من بنغلاديش، من الجزيرة العربية، من أفريقيا، من أوروبا، من شمال أفريقيا، كلها موجودة.